يتعرض الأطفال في قطاع غزة لمعاناة شديدة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فقد استشهد الآلاف من الأطفال وأصيب العديد منهم بإصابات بالغة الصعوبة. يأتي ذلك فيما تحذر المنظمات الإقليمية والدولية من تفاقم معاناة الأطفال في قطاع غزة في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي. اللي صار مع الطفل أحمد أنه استهدفوا بيته بشكل مباشر، فقد كل أفراد أسرته، هو الناجي. أخذنا الطفل وتوجهنا فيه لجنوب قطاع غزة، تحديدا مدينة النصيرات. أثناء تواجدنا هناك تعرض الطفل لقصف، هذا القصف الثالث طبعا. الحمد لله أدى إلى بتر رجليه التنتين. كان موجود معه خاله كمان، وخاله استشهد ربنا يرحمه. اللي صار مع أحمد دمر نفسيته، يعني على الآخر الطفل نفسيته محطمة، دايما خايف، مش مستوعب اللي صار معه، لا في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. فقد كل أسرته وما ظلتش على قد أنه فقد أبوه وأمه وأخوه. الولد فقد أيضا دار سيده وأهل أبوه جميعا، ما بقيش له حدا. الطفل حاليا عايش حياة مأساوية جدا جدا جدا.